على مدار حوالي الست شهور الأخيرة اقتصر اهتمام العالم كله على جائحة كورونا وكل ما يتعلق بها، سواء الأعداد، إيجاد لقاح أو علاج، والآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه وغيره مما يتعلق بهذا الفيروس. وانتهج العالم نهج الاحتواء فقط للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. والحقيقة أنه أزمة فيروس كورونا برغم صعوبتها إلا أنها بتعتبر اختبار وكشفة لسياسات الدول واتجاهاتها وأولوياتها. طيب بالنسبة لمصر، هل اكتفينا بسياسة الاحتواء فقط؟ وكانت إيه يا ترى نتيجة هذا الاختبار؟ مصر بكل فخر لم تكتفي بأنها تحتوي فيروس كورونا فقط، بل بالعكس مصر رفضت تعطيل المشاريع والخطط التنموية بسبب هذه الجائحة، وتابعنا افتتاح مشروعات قومية كبرى خلال هذه الأزمة وفق رؤية الدولة 2030. تابعنا كمان الإشادات الدولية سواء بالاقتصاد المصري والنظرات المتفائلة والمستقرة ليه، أو الإشادات بالتعامل مع فيروس كورونا. بس اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن قطاع بعينه، قطاع متعلق بالأمن القومي المصري، وهو القطاع الغذائي، اللي كانت أول خطوة في النهوض بهذا القطاع هي تبني الدولة المصرية لتغيير ثقافة الاستيراد لكل شيء إلى ثقافة توطين الصناعات والإنتاج والتصدير. هنا كانت بداية التغيير الحقيقية. فرق كبير جداً بين أنك تبقى مجرد مستهلك وشخص اعتمادي، وأنك تبقى منتج وقادر أنك تأكل مما صنعت، وأنك تقدر تقتحم أسواق جديدة، بالتالي هتدخل عملة صعبة للبلد وهتوفر فرص عمل. طيب إيه اللي حصل تحديداً في هذا القطاع؟ الدولة اهتمت بإنشاء مشروعات قومية كبرى للإنتاج الغذائي، وخاصة مثلث الإنتاج الزراعي السمكي الحيواني. وطبعاً ده هو المثلث الأهم لتوفير الغذاء الجيد للمواطن بكميات وبسعر معقول، وكمان طبعاً لمواجهة غول الاحتكار. يعني على سبيل المثال، لو تابعنا مشروع إنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية بعدة مواقع على مساحة 34,000 فدان، ده غير زراعة عشرات الألاف من الأفدنة ضمن المشروع العملاق استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان. طيب لو اتكلمنا عن الثروة السمكية، هنلاقي أنه تم افتتاح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط ببركة غليون بكفر الشيخ لتوفير الأسماك في السوق المحلي وللتصدير، ده غير تطوير البحيرات اللي للأسف كانت بتعتبر ثروة منسية. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، لازم ناخد فكرة عن تنمية الثروة الحيوانية، وهنجد أنه تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم وغيرها من المشروعات اللي هدفها تقليل الفجوة بين طبعا توفر البروتين الحيواني بكمية وأسعار مناسبة. كل هذه المشروعات شفنا نتاجها خلال وقت بسيط جدا من خلال توفر السلع، سواء في المجمعات الاستهلاكية والأسواق عامة، بالكميات وبالأسعار المناسبة اللي تناسب المواطن المصري البسيط. وبالفعل كمان تمكننا من فتح أسواق جديدة. لكن المشروعات دي الحقيقة مردودها وأهميتها ظهر بشكل أكبر خلال أزمة كورونا، اللي أدت لقطع التواصل بين الشعوب وإغلاق الحدود ومنع الطيران والسفر. وهي دي تحديداً إجابة سؤالي اللي سألته في البداية عن نتيجة اختبار فيروس كورونا لسياسات وأولويات الحكومات. الحكومة والدولة المصرية نجحت وصدقت في رؤيتها الشاملة. الحكومة المصرية أثبتت بجدارة أن المواطن وتوفير كل ما يحتاجه هو أولوياتها. وعلى قد ما أزمة كورونا هي أزمة صعبة وخانقة، إلا أنها دليل على صلابة مصر، ودليل على أنها بتسير على خطى ثابتة وسليمة، وهو ده اللي يليق بدولة بحجم وبعراقة مصر. أتمنى أن إحنا نقدر نقدر هذه الجهود ونثق في نفسنا ونثق في المجهودات اللي بتقوم بيها الحكومة، وإن شاء الله هذه الأزمة تمر يعني خلاص بقى بسلام، ونعلن عالم خلاص كمان يعني خالي من فيروس كورونا، وإن شاء الله إن شاء الله خلاص بقى نعدي هذه الأزمة يعني في أقرب وقت ممكن.